اسم التجربة المرونة Flexibility الهدف من التجربة معرفة قدرة ومرونة بعض المواد على العودة إلى شكلها الأصلي عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة التعامل مع الأوزان بحذر أدوات التجربة ثلاث مساطر قياساتها متشابهة من مواد مختلفة بلاستيكية وفلزية وخشبية ثلاثة أوزان (25 جرام ، 50 جرام ، 200 جرام) ، خيط رفيع ، شريط لاصق ، أداة لقياس الطول ، خطوات إجراء التجربة ، نثبت طرف المساطر الثلاث بوساطة الشريط اللاصق على حافة الطاولة ، نقيس المسافة باستعمال أداة قياس الطول ، بين حافة المسطرة والأرض. نعلق في طرف كل مسطرة ثقلاً وزنه 25 جرام. نقيس المسافة بين حافة المسطرة والأرض، ونسجل النتائج في الجدول كالآتي. نزيل الثقل عن المساطر الثلاث، فنلاحظ أن المسطرة البلاستيكية قد حافظت على وضعها الأصلي، بينما اختلفت المسطرة الفلزية عن موضعها وبقيت الخشبية كما هي. نكرر الخطوات السابقة مرتين، إحداهما باستعمال وزن مقداره 50 جرام، والأخرى باستعمال وزن مقداره 200 جرام. النتائج: نستنتج أن المواد تختلف عن بعضها بعضًا بقدرتها على العودة إلى شكلها الأصلي. عند تعرضها إلى قوة خارجية مؤثرة فيها، وهذه القدرة تسمى المرونة. Flexibility حيث إن مرونة مادة البلاستيك كانت أكبر من مرونة الخشب والحديد، بينما يعد الخشب أقل مرونة.